الرجل الياباني اللي قعد بالسجن من 66 لحد 2024. صرنا بنهاية سنة 2024 وعم نحكي عن تطور وتكنولوجيا وذكاء اصطناعي، بس لسه في سيدات بيتم الاحتيال عليهم بأنهم حكوا مع براد بيت على الواتساب، لا وكمان أخذ منهم آلاف الدولارات. خبرنا من إسبانيا لما أعلنت الشرطة إنها ألقت القبض على 5 أشخاص قدروا إنهم يحكوا مع سيدات طول الفترة الماضية وأوهموهم إنه يلي بيحكي معهم هو الممثل المشهور براد بيت. يا جماعة ما لكم يعني بطولة السيرة، وعدوا كل واحدة إنه براد بيت رح يتزوجها بس ناقصوا شوية مصاري، وقدروا يجمعوا منهم كلياتهم أكثر من 360 ألف دولار. بس بيّن بعدين إنهم كانوا بيستغلوا النساء يلي بتعاني من الاكتئاب والانفصال العاطفي. تخيل عزيزي المشاهد، ينحكم عليك بالإعدام بتهمة قتل 4 أشخاص بعام 1966 وتضل تستنى تنفيذ حكم الإعدام لحد سنة 2024، وبالآخر تطلع الأدلة على الجريمة باطلة وأنت بريء. هذا يلي صار مع هاكا مادا، الرجل الياباني اللي قعد بالسجن من 66 لحد 2024، وكان طول هاي الفترة بيستنى الحكومة تنفذ حكم الإعدام. بس المعجزة اللي صارت إنه هو أخته ضلت تحاول تفتح ملف القضية من جديد، وكان معها حق لأنه ما كانت الأدلة كافية حتى تدينه، وأعلنت المحكمة براءته. إذا كنت عم تكنسل طلعات مع أصحابك أو جماعات العيلة وبتفضل ضلك قاعد بالبيت وعم تقلب بالتليفون، فلازم تلحق حالك لأنه عندك أعراض الإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي. منظمة الصحة العالمية عم بتحذر من إدمان السوشيال ميديا يلي انتشر بين الشباب، والإحصائيات عم ترتفع يوم عن يوم خاصة بين المراهقين. إذا أنت فعلياً عم تلغي الفعاليات من حياتك الواقعية عشان تعطي السوشيال ميديا وقت أكبر من حياتك، فلازم تبلش تسيطر على الموضوع وما تخلي السوشيال ميديا هي يلي تسيطر عليك. إدمان السوشيال ميديا هو فعلياً موضوع كبير، ممكن يعني نحكي عنه بشكل متوسع أكثر بالحلقات القادمة. بس حكي لي، أنت من الناس مدمنين على السوشيال ميديا؟ أنا لا، بس بحس هاي الأشياء ممكن تشرب بين إخواني، أنا اللي أصغر منهم. طبعاً عن جد مش مدمنة؟ ما بتحسي بتخلي وقتك؟ ناس هلأ شوف، هي زي ما حكينا إحنا بالخبر، هي أكثرها من تشرب بين المراهقين بالسوشيال ميديا، وعن جد ممكن يؤدي مش بس للإدمان، هي التوحد كمان بتأدي. ما بتحسي حالك كل شوي تمسك الموبايل؟ بمسكه بس انا بقدر اعمل كنترول على حالي، يعني مثلا هلا بوقت الشغل فعن جد انا ما بمسكه، فبالليل بتلاقي لي وقت معين ساعتين بس عليه، والله ما بين عليك واتساب. لا انا ما بقدر. انستغرام، فيسبوك، فلا باوقات معينه. بس اسمع، هو اصلا كمان كثره الاستخدام السوشيال ميديا، انسى انه كمان حكينا ادمان، هي مش مفيده صح. صدقني، سواء هي ممكن تضعف النظر، ممكن القعده توجع الظهر، فكتير يعني سلبياتها هي اكثر من ايجابياتها. ما شاء الله، حفظ اشياء الامهات من هسه طبعا. اولادي رح يكيفوا علي بكره.